خلينا بقى ننتقل من هنا الحملات التموينية لوزارة الزراعة، وده خبر في غاية الأهمية. قررت وقف جميع أذون الاستيراد للمنتجات الزراعية في جنوب إفريقيا، ده بعد لما اكتشفوا بكتيريا اسمها الليستيريا، دي قاتلة على منتجات زراعية صدرتها جنوب إفريقيا إلى عدد من الدول. الدكتور بقى إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قال إن تقرر حظر الاستيراد مصنعات اللحوم دي من جنوب إفريقيا، وكمان خضوع جميع منتجات اللحوم الواردة لمصر لاختبارات بتؤكد خلوها من هذه البكتيريا، طبعا ده للحفاظ على الصحة العامة. على هنا بقى أن تتم مراجعة الموقف أول بأول، وده هيكون طبعا وفقا للمعايير اللي هتقرها منظمة الصحة العالمية والصحة الحيوانية. من ناحية تانية، الدكتور محمد عبد النبي دسوقي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة قال خلال برضو نفس الاجتماع اللي هي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، عشان كانوا بيناقشوا طبعا مشروع موازنة الوزارة، ان مصر هي ثاني اكبر دولة في تصدير البرتقال والخامسة في الطماطم، ده على مستوى العالم. ده كلام كويس. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. معنا دكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور حامد مساء الخير يا فندم على حضرتك. مساء النور يا استاذه نهاوند، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. نبدا بالبكتيريا القاتله، يعني موضوع مخوف ناس كثيره جدا، واحنا عايزين نطمن هل الموضوع ده حقيقي فعلا ولا مجرد يعني احاديث، واحنا عايزين نتاكد وبعدين نفرج عن هذه يعني المنتجات. خلينا نفهم من حضرتك في البدايه. لا، هو حقيقي طبعا، وعلشان كده احنا تم اتخاذ هذا الاجراء، عدم استيراد اي مصنعات لحوم من جنوب افريقيا. بس انا عاوز اطمن حضرتك والساده المشاهدين، لان السؤال اللي بيطرح نفسه، هل في من هذه المصنعات موجود في السوق المصري ولا لا؟ انا باكد لحضرتك ان احنا اصلا ما كناش بنستورد مصنعات لحوم من جنوب افريقيا، لكن احنا اكدنا على عدم استيراد اي مصنعات لحوم من جنوب افريقيا بسبب هذه البكتيريا. يعني نطمن الناس انه اصلا احنا ما بنستوردش، لكن اكدنا مره ثانيه على عدم استيراد مصنعات لحوم من جنوب افريقيا. طبعا عندي سؤال، هو السؤال برضو بيطرح نفسه، احنا ليه اعلنا ان احنا يعني ما بنستوردش مصنعات لحوم من جنوب افريقيا، وليه دلوقتي بنقول ان احنا بنمنع؟ احنا ما بنستوردش ودلوقتي بنقول ان احنا بنمنع لحين التاكد، مش واصلاني. لا، احنا اكدنا على عدم استيراد مصنعات اللحوم، لكن بالنسبه للحوم هي بتخضع للفحوص العاديه، من ضمنها هذه البكتيريا للتاكد من خلوها. بنتكلم هنا على اللحوم نفسها بقى. بالظبط، لكن المصنعات انا بقى، لكن اللحوم اوكي مفيش مشكله، لانها بتخضع للفحوص المعتاده. وطبعا لازم تكون خاليه من هذه البكتيريا، لكن المصنعات احنا فعلا اوريدي ما بنستوردهاش من جنوب افريقيا. هو بس في اكدنا برضو. نعم اتفضل يا فندم اتفضل. بس احنا اكدنا برضو على عدم استيرادها. اوكي، طب انا عندي سؤال، في اي حالات مثلا تم اكتشافها في دول استوردت هذه المصنعات يعني من جنوب افريقيا؟ طبعا زي ايه برضه؟ بعض حالات في بعض الدول، وعلشان كده احنا خدنا هذا الاجراء. هي البكتيريا دي طبعا من ضمن الامراض المشتركه بين الحيوان والانسان، بتعمل نوع من الحمى وكده، بتصيب الجهاز الهضمي والجهاز العصبي. تمام، طب ربنا يستر بقى والله. لا طمني، وانا بطمن المشاهدين، بس احنا طبعا لازم ناخد اجراء احترازي. بالظبط بالظبط، صحه المواطن المصري اكيد في المقام الاول يعني. طيب نروح للشق الايجابي الحلو، احنا الاول في وبرضه ده شق ايجابي يا استاذه نهاوند، الاجراء اللي احنا يعني نبعد عن البكتيريا بس. لا بس طبعا اكيد كل الاحترام والرقابه مهمه جدا. خلينا نروح مع حضرتك هنا اللي احنا بنتكلم عن ان احنا رقم خمسه على مستوى العالم في الطماطم والاول في البرتقال. طبعا احنا بنستفيد تجاريا برضو. لو يعني خلينا نتكلم ارقام شويه، العائد من ده قد ايه في مجال التبادل التجاري او التصدير، وفي نفس الوقت هل في منتجات برضو زراعيه في الفتره اللي جايه هنركز عليها نقدر من خلالها ان احنا برضو نعمل يعني صفقات تجاريه مختلفه مع بعض الدول؟ هو طبعا ده بيؤكد ان احنا ماشيين على الطريق السليم في زيادة صادراتنا الزراعية بصفة عامة لجميع دول العالم، والاستمرار في فتح أسواق جديدة لهذه المحاصيل. وأنا بأكد لحضرتك أن
صادراتنا للمحاصيل الزراعيه لكل دول العالم بتزيد، وبالتالي دخلنا من العمله الصعبه ده مهم ايضا بيزيد، وبيزيد بصوره كبيره جدا. وده ان دل على شيء فانما يدل على الاجراءات اللي احنا خدناها، الاجراءات الشديده جدا للرقابه على الصادرات من المحاصيل الزراعيه عشان نتاكد من خلوها من متبقيات المبيدات او اي مشاكل تعوق استيرادها او تسبب حظر في بعض الدول. طيب تمام جدا. يعني على كل حال احنا بنشكرك دكتور حامد، كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه طبعا رمضان، وهنتابع برضو مع حضرتك لو تسمح لنا لانه مهم ان احنا دايما نعرض الجديد مع حضراتكم. شكرا جدا يا فندم.